لو سمحتوا الموبايلات سايلنت، واللي بيخاف يروح. انا لما كنت صغير كنت بخاف، كنت بتكل على الله واروح، واترميت 20 سنة زي الكلب في الصحراء لحد ما بقيت ساحر تخين يعتمد عليه زي ما انتوا شايفين كده. 20 سنة في الصحراء عشان تبقى ساحر؟ ايوه. كويس انك ما ترميتش 20 سنة في الغابة. ليه؟ كنت هتبقى غبي. شكرا يا حاج ابو العلا. ايه ده؟ عارف ان انا ابو العيني؟ ايوه. ساحر يا عيال. ايوه. ساحر بجد. ركزوا معايا يا جماعه في اللعبه اللي جايه دي. سخن لي الدنيا، ما تبقاش متنبل كده. ها سخن الدنيا. اللعبه دي اسمها سسبنس. يلا. اللعبه دي اسمها الكره المخفيه. الكره اللي ظاهره قدامكم دي يا جماعه وكلنا شايفينها دلوقتي، في ثانيه هتكون مختفيه ومش هتشوفوها. ركزوا معايا. تنبل. لا ده درسي. لا والله ما درسك، دي كورة. ده درسي بيوجعني شوية. والله الكورة هي، أنا شايفها. الكورة هي يا جماعة. إيه إيه إيه، ما طلعها من بوقه. يالا السناحة اللي أنت فيها دي يالا. أنت سنيح يالا؟ أيوه. شغال معايا ولا معاهم يا؟ ركز معايا هنا بدل ما أوقفك جنبيهم. خلاص. اللعبة اللي جاية يا جماعة لعبة من أخطر الألعاب وأحبها إلى قلبي. لعبة القفص والحمام. تمام؟ زي ما احنا شايفين القفص اهو فاضي، هتتحط عليه الملاية، هتتشد في ثانية واحدة هتلاقي كمية حمامة مش هتتخيلها يا حاج ابو العيلة. الله يخليك. ركزوا معايا يا جماعة. سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر، انا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ ايه شر اهو، فين في الحمام؟ هو في حمام بيقعد لحد الغروب يا حاج ابو العيله؟ يعني ايه مفيش حمام؟ الحمام كله في الغيه دلوقتي. لا مفيش حمام. اجيب لك حاجه تانية؟ يعني ممكن تجيب لي ايه؟ اجيب لك كباب وكفته ورز وبسله وكده يعني. دعابي؟ لا. بيقول دعابي. يعني عشان الجو ما يقفش. ساحر وكوميدي. عشان الجو ما يقفش معانا يا جماعة، ركزوا معايا. اللعبة اللي جاية دي لعبة تحفة. هات يا ابن اللعبة. تكلت الحمامة يا؟ تعشب بيها. تعشب بيها؟ أنا بنذرك أنا. أنا كل لك أنا. وهكهربك انا. ما خلاص يا ست مهاده يا حناوي. تمام انا هوريك على سنحتك دي. اللعبه دي يا جماعه لعبه السكينه لا تؤذي مؤمن. ممكن تاذي كوك دور؟ الله عليك يا مطيبه كمان. اللي تشوفه يا حاج ابو العيله حضرتك بتسخر مني من الصبح. تمام. السكينه دي عرفتني ان انا قد ايه عبد مؤمن ومش هيحصل لي حاجه حتى لو نطيت من الدور ال20. ركزوا معايا يا جماعه. سسبنس. السكينه دي سوسته اهي، ما بتموتش. ايه يالا انت معجون من سماجة يالا؟ انت سامج ليه النهاردة؟ في ايه؟ هي اللعب مش شغالة ليه؟ ماليش دعوة. تمام ركز معايا بقى. بسم الله. اللعبة اللي جاية دي اسمها لعبة الساعة المخفية. ممكن يا حاج ابو العيلة تساعدنا في اللعبة دي وتبقى قدمت فقرة معانا نستعين بساعتك؟ بساعة تاني؟ ايوه. إيه انا لو معايا ساعة ما كنتش جاي. ايوه يعني ايه؟ يعني معيش الوحيد اللي معاه ساعه في الكفر كله جناب العمده. العمده ده؟ ايه؟ بعد اذن جناب العمده الجميل ممكن نستعين بساعتك؟ ايوه ساعه ومش اي ساعه. بس هتعمل فيها ايه؟ انا هخفيها لك. هتخفيها؟ ان شاء الله. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد مراتي تخفيها. انا اخري 80 كيلو في الخفي يا عم. ماشي واحنا نبقى ناكل الباقي. تمام.
ركزوا يا جماعه في اللعبه اللي جايه دي. الساعه اهي بتاعه العمده، واخدها من ايده، مفيش اي حاجه بايظه فيها. بسم الله. هو السحر في الاول كده بيكسرها، لكن اخر اللعبه بيطلعها سليمه. لا، اللي اتكسر عمره ما بيتصلح. وده يعلمنا ان احنا ما نديش حاجتنا ابدا لحد غريب. معلش يا عمدي، ما تزعلش نفسك فداك. يا ترى الساعه كام دلوقتي؟ دلوقتي يا جماعه هنلم منكم شبه تبرعات عشان نقدر نكمل جولاتنا بقيه انحاء العالم. معلش انا في العربي ضعيف رغم ان الساعه، بس احنا استمتعنا يعني. جنيه بحاله يا ساح. شكرا يا جناب العمده. العمده بعت لنا جنيه يا عيال. ايه وانا شغال دليفري؟ مش العمده قال لك اديه لابو العيني؟ لا، ما قاليش اديه لابو العيني، ده حقي وعرق اللي تعبت بيه هنا. عرقك انت تخين فبتعرق عاد. يا سلام. طب ويعني انت عملت ايه؟ طب ما هو، طب ما انا ساحر ولا لا يا عيال؟ مش انا بقعد اسحر لكم في البيت؟ طب ما هو اوريك حتي. اتفضل. بص، اعملوا لي سامبينس. ايوه، ايه اللي حصل؟ وانت كان ايه اللي حصل؟ متشكرين جدا يا حاج ابو العيله، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم حاجات ظريفه تبسطوا بيها. شكرا يا جماعه. سلام. شكرا. سلام يا ساحر. يلا يا ساحر يا فاشل، يا ساحر يا فاشل. يا روما. عجبكم السحر يا اولاد؟ لا يا عجبناش. يا عيال اصبروا، يا عيال اصبروا، انت ما فيش حاجه عجبكم ابدا. دلوقتي الاراجوز يجي وهيمنجهني. اما الان مع الفقره الكوميديه، الفقره اللي كل الناس بتستناها، الفقره دي يا جماعه لفت كل حته، الفقره الكوميديه الاراجوز. شجره فيهم. وقفه تترجصي للاراجوز؟ طب ما بتترجصي ليش انا؟ لا، هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي؟ هو انت خطيبه؟ طب انا حبيبه؟ حبتكم سحليا انتوا الجزء قدامي يا بنت انتي. اراجوز سبب هضرب في المليان. اما انت صحيح راجل حيوان. كذا 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 مفهوم؟ كذا 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 معلوم. اه 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 دق التيران على ببال المنظرة. اهي جاية. هي 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 شيخ التيران مع بندقية معمرة. تري بيتي ري بيتي يا بيتي يا بيتي بالقوة. يا سلام يا سلام، ده ما اتخلقش اللي قدر يغلب مره. تعالي لي يا بط. وانا وانا مالي ايه؟ قلبي فيه شط. وانا وانا مالي ايه؟ تعالي لي يا قط. وانا وانا مالي ايه؟ ده انا جاتلي زغط. وانا وانا مالي ايه؟ الاراجوز الاراجوز يا حلاوتهم، يا شاوتهم، يا شاوتهم، أنا حكايتهم، هم 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 جوز.
مش هيرد عليك ده اخرس. اخرس ازاي يا عم؟ كان لسه عمال بيغني. لا دي تمثيل، الممثل يعمل اي دور. يعني هو اخرس اما يجي يمثل يتكلم؟ طب سلام عليك. سلام عليكم في دور. سلام عليكم يابا. ايه دي؟ ايه دي؟ ده ازاي دي؟ ده غريب. في ايه؟ ده مجنون. ده مجنون يا ولد. انا اجيب لك وشك طرنشات. انت انا؟ مين؟ فيلم؟ من كلمتين. الاولانيه رشة والتانية رشة جريئة. مش هو. مش هو ده ابو العيلي؟ ده انا ابو العيلي بيقول لك اسمه ايه؟ أقول مش هو يا مش هو. ايه دي مسرحية؟ مسطرة شاليمون. ست كوم. ست كوم في الانجليزي لبلب. ايه دي؟ مساعد أراجوز. أهبل. راجل. ست. اتنين ستات. تلات ستات. أربع ستات. آخرنا خمس ستات. ست ستات. راجل وست ستات. لا مش هو. ده التاني اسمه سامح حسين. لا مش هو. مش هو الواد. مش هو. برنامج يوم الاثنين على الحياة. انت جاي تحقد ولا ايه؟ ايه ما احنا كنا قاعدين. ايه الحق يا عم سليمان؟ ايه ليه يا ابني كده بس؟ ده احنا لينا ثلاث سنين قاعدين في البيت. ده احنا ما صدقنا يا ابني. ده سليمان جاله قرح فراش من القعد. اي والله قعدنا ما صدقنا. ايه طب شوف مين اللي هيقبضك. يا عم اتكل على الله. مع السلامه يا رجل. مع السلامه تمثيل. وعليكم السلام. عجبكم الاراجوز يا اولاد؟ لا يابا ما عجبناش. يابا يعجبنا ازاي؟ حرام عليك يابا. أنا صباعي بدوحس بقاله سبع سنين ونفسي في لحسة مرهم طرميسين. ياد لحسة طرميسين إيه؟ أنت تنزل على الغيط وتحط صباعك دي في حتة طين مع حتة جلة مع حتة سباخ وتسيبه قد بتاع خمس ست سبع سنين، هو هيقع لوحده ولما يقع ما تشتكيش منه. حاضر يابا حاضر. وأنا يابا وأنا الفسافيس كلت وشي وأنت مش عايزني أروح الوحدة الصحية. ايه ما هو كله من كيسبك، كله من كيسبك. الفسافيس كلت وشي يابا، الفسافيس كلت وشي يابا. اما الوش مين دي؟ بطل كذب بقى. ايه يا بابا يعني ايه؟ انا فاهم حاجه. انا يا ابو العيل، يا ابو العيل خلي بالك من العيال شويه وفك ايدك حبتين. وبعدين الفلوس اللي بتجيلك من القناية ما حدش يعرف عنها حاجه. جرى ايه يا فاطمه؟ ما اللي بيجيلي من القناية مع اللي بيجيلي من السياحي بصرفهم عليكم، وانتوا اللي كل يوم بتزيدوا. اقول لك صباح الخير يا فاطمه تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطمه توليدي. معقوله يا فاطمه؟ وانا اعمل لك ايه يا اخوي؟ وبعدين ما العيال عزوه. لا عزوه ايه؟ ده عيال ما بيتمرش فيهم حاجه ابدا. انا هتكل على الله انا ماشي. فين يابا العيال دي؟ عملت لهم ايه وعلى يدك وجبت لهم اسمه ايه دي وايه وايه؟ طيب يا ابو العيال استنى بس، انت بتقول ايه؟ فهمتوا حاجه من اللي ابوكم قاله؟ اه كده على طول ابوكم ده يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش ولو حكم ما يكروتش. وعلى راي المثل ما تيجوا نشوف. يا شباب العمدي. انت فين يا شيخ حسن؟ العمدي. يا شيخ حسن انت فين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه يا شيخ حسان اتاخرت ليه؟ معلش يا عمده، انت عارفني احب اطول في خطبه الجمعه. بس النهارده الثلاث. ايه امال ايه المظاهرات والمليونات اللي جايبينها في التلفزيون دي؟ هي مش المظاهرات دي يوم الجمعي؟ ايوه بتبقى يوم الجمعة. يبقى الجزيرة بتعيد مظاهرات قديمة. سيبك من الموضوع ده. روح لولاد ابو العيلة وقول لهم هم متضايقين منه ليه. يا سلام، ده انت تأمرنا. خليهم يجوا لي عايزهم. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا عيال ابو العيلة؟ وانت مالك انت؟ ازيك ياد يا طه؟ خد تعالى هنا. عايز ايه؟ يا رب تكون سمعت كلامي وسبتك من السكة البطالة اللي انت ماشي فيها. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟
البت بهاني جات لي امبارح وقعدت تغويني، وقعدت تعمل لي بالجلابيه كده، وقالت لي خد مفتاح الشج وتعالى. اعوذ بالله، وانت عملت ايه؟ انا طبعا سمعت نصيحتك وقلت لها لا مش جاي. يعني بهاني الفجر اديتك مفتاح الشج؟ ايوه. وانت ما روحتش؟ ايوه، سمعت نصيحتك على طول. طب هات مفتاح الشج دي وبقى خلي نصيحتي تنفعك. يا راجل يا ضلالي. يا راجل ضلالي ايه، اتكلوا على الله، انتوا هتنسوني انا جاي ليه؟ خد يا انت هو جناب العمده عايزكم. وده هيعوزنا في ايه العمده دروخر؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم، الراجل ده شكله طيب والايمان هيبظ من عينيه. وعلى راي المثل تعالوا نشوفه عايز ايه. اتفضلوا يا اولاد، اتفضل يا جناب العمده، بس خلي بالك من الواد القصير ده عشان شاقي حبتين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا واد انت. نعم. ايه ولا مزعل الشيخ حسن ليه؟ انا ما جيتش جنبه. ما جيتش جنبه؟ طب انت ما بتروحش الكتاب ليه؟ كنت نايم. طب ما بتروحش صلاه الظهر ليه؟ كنت في النادي. طب ما روحتش المقهى اللي بعد صلاه الظهر ليه؟ يا عم اسمي جورج. جورج؟ طب ما بتروحش الكنيسه ليه؟ انا اسمي كوهي. طب ما بتروحش المعبد ليه؟ في ايه؟ مالكم يا اولاد، في ايه؟ انتوا متضايقين من ايه اصلا؟ ابو العيله دي تعبنا والله، ولا بيأكلني ولا بيشربني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا، انا هأكلكم وهلبسكم وهنغناخكم كلكم يا غفير طارق. ايوه، وزع المعلوم. هات يلا. وجاب فيو 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 دي لحمة يا ولد، انت عمرك ما شفتها ولا ايه؟ هنشوفها فين بس يا جناب العمده؟ معايا هتشوفوا كل حاجة، ده أنا هجلجلكم. طب الجمعة الجاية معرض للسلع المعمرين. ايه ايه؟ ادعوله ادعوله يعمر بيت أبوه. وكمان ادعوله يعمر بيت أبوه. نحن نحمل الخير للقارية كلها. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. أهو أهو يا حظاظ، مش دي تعتبر مخالفة؟ مخالفة ايه يا ابو العيلة؟ الراجل صعبان عليه العيال وبيساعدهم. يساعدهم ليه؟ دول عيالاني، انا اللي مسؤول عنهم وانا اللي اصرف عليهم، يصرف عليهم هو ليه؟ ما انت لو كنت بتصرف عليهم كويس ما كانوش بصوا للزيت والسكر يا ابو العيلة. يعني انت مش هتعمل لي حاجة يا حظابي؟ ما اقدرش اعمل لك حاجة يا ابو العيلة بعد اذنك. ماشي. تعالوا يا اولاد هاكلكم اكلة حلوة قوي. خد يا ولد طهوة هنا. تعال يا ولد موهوب، جرايها جناب العوم. جرايها يا ابو العيله. انت مالك ومال العيال يا اخي؟ عايز اكلهم لقمه ترم عضموهم. انت مالك ومال عضموهم؟ انا باكلهم ومشربهم وكل حاجه. حد منكم محتاج حاجه يا عيال؟ ايوه محتاجين اهو. الحمد لله ما فيش حد محتاج حاجه. يعني الحق عليا اني عايز اكلهم؟ ايوه طبعا، مالكش دعوه بعيالي. عايز تاكلهم؟ ايوه اكلني معاهم. يلا طلق يا ابو العيل. طلق يا ابو العيل. اطلق دلوقتي؟ ايوه دلوقتي، يعني ناو ناو. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. معقوله اطلقك يا فاطمه؟ لا يا اخوي، لا انا مش هطلقها. جرايها جناب العوم دي، انت ناسي انني اول واحد في الكفر كله اتجوزت. انا صاحب اول ضربه زوجيه في الكفر كله. ايوه انا مش هطلق يا جناب العوم دي، مش هطلق. فاكره يا فاطمه؟ فاكره اما انت والعيال اما كنت بتحبوني كنتوا بتغنوني وكنتوا بتقولوا لي ايه؟ ايوه فاكره يا اخوي، ودي ايام تتنسي؟ اخترنا اخترنا يوم ما زرع قلعنا معاه. اخترنا اخترنا يوم ما فرحنا كدنا معاه. طيب ما انا ياما استحملت النشاز بتاعكم ما قلتش حاجه.
لاني مش هطلع ابدا، مش هطلع، مش عشاني، لا عشان فاطمي وعشان عيالي دول. يا عم احنا عيالك وبنقول لك امشي. بنقول لك ارحل. ارحل يا عم. ارحل 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 يعني امشي. هي اها يلي ما بتفهمش. هي اها لا مش هطلع برضه، يرضيك يا فاطمي. يا عيال عيب، ده برضك ابوكوا. ابوني ده احنا هنعصر على نفسنا لابوني. هو كل واحد يجي لنا شويه تقولوا عليها ابوني، احنا خلاص مالناش اب، وبعدين احنا حبينا العمده. وعلى راي المثل اكتر واحد بيصلي وحافظ كلام ربنا. هو مين ده يا ولد اللي حافظ كلام ربنا؟ انت يا جدام العمده. ايوه صح. استاذن انا بقى يا عمده. اتفضل يا حظاظ. بعد اذنك يا حظاظ. يعني انت يرضيك كده؟ يرضيك انني اطلق فاطمه غصب عني عشان العمده يتجوزها غصب عني؟ ابو العلا دي مسائل شخصيه ما تدخلنيش انا فيها. بعد اذنك يا عمده. اتفضل يا حظاظ. اتفضل ما نجيلكش حاجه حلوه. اتفضل ماشي يا حظاظ. انا مش هطلقك يا فاطمه. ايوه مش هطلقك. انا مش هطلقك ولا اسيب الدار دي ابدا. انا اتولدت هيني وعشت هيني وهموت هيني وهندفن هيني. تموت هنا وتندفن هيني؟ امال انا اتجوز فين؟ طبعا انا هتجوز هيني. امضي يا ابو العيله امضي. امضي 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 يعني ابصر. هي اها يلي ما بتفهمش. هي اها امضي يعني ابصم يلي ما بتفهمش. مش موزون انتوا اي حاجه جايبينها من التحرير وخلاص. اخس عليكوا اخس بقى كده تعملوا كده فيا وانا اللي فاكراكوا راضيين وحامدين. انا معاك يا قمر للصبح. سهرتنا صباحي. حامدين وصباحي مش مباشره دي. امضي يا ابو العيله امضي. امضي العمده ده مفتري، ده ممكن يجيب جمعيه انصار بيت العمده يرموا لك عبوه ناسفه في الزير يولعوا في الدار. لا يولعوا في الدار. انا مش هوافق ابدا اي نقطه دم تنزل في الدار. احنا لسه مسحيين. طب طلع يلا ارمي اليمين. حاضر فاطني. ايوه يا ابو العيلة. فاطني. ايوه فاطنه. انت مستعجله ليه؟ ما تصبري فاطني. انت طالق. طلاق مبارك ان شاء الله. يا دي المباشره. بقول لك يا جناب العمده عايزك في كلمه سر. قول يا شيخ حسان. عايزين نلحق نمضى ابو العلي قبل ما يرجع في كلامه. انا ما برجعش في كلامه ابدا. الدور والباع على جناب العمدي اللي بيقول الحاجه ويرجع فيها على طول، ده انتوا هتشوفوا ايام سودي. الا مين ده ولا اللي بيقول الحاجه ويرجع فيها على طول؟ انت يا جناب العمدي. ايوه صح ايوه. طلع يا ابو العلي واطيعوا الله واطيعوا الرسول. بس يا راجل يا اخنف بس. حاضر هطلع. ابو العلي هاني تامر هيثم. في اسامي كده تاني؟ مهند. مهند يا بتاع تركي. بقول لك يا جناب العمده ايه؟ عشان تتجوز فاطمه لازم تطبق شرع الله وما تنساش العده. ايوه طبعا لازم اطبق شرع الله وما انساش العده. اتفضل ادي العده اهي. إذا كان دي العدة فالدفاتر دفاترني والورق ورقني. مبروك يا أولاد أبوكوا طلق. إيه يا نجاب بالنور يا سيدي العرسان يا سيدي العرسان يا قمر ومنور عالخلان سيدي عالخلان. آه يا نجاب آه يا نجاب آه يا نجاب آه يا نجاب حلو يا نجاب ما هروح اتاكد ان مفيش حد في الدار واجيلك على طول عشان عايز بوسي. بوسي عايز بوسي. بيقول لي هاتي بوسه يا ام ستي ويا دي الحسن العمده فاكرها كوسه. اديله ولا ايه؟ اديله ولا انت بتسالي تديله ولا ايه؟ انت عايزه تديله ولا ايه؟ اللي جابك هنا يا ابو العيله؟ أنا جاي هرمي المونوتوف ده على العمدة وهولع فيه. هو جو يعني خلاكي تطلعي مني غصب عني يا فاطمة. والنبي ما تزعل يا أبو العيلة وما تعملش في روحك كده. خايفة علي؟ أيوة يا أخوي. خايفة علي؟ لا ما تخافيش وأنا وحدي في المونوتوف هاخد بال. أنا اتعلمت من طلبة الجامعات.
ماشي. ما تخافيش يا فاطمة. وانت يا اخويا ما تخافش، والله ما هيلمس شعره من راسي. اوعي يلمس شعره من راسك يا فاطمة. ما تخافش. ايوه بس شعرك سهل اللمسه هو يا بيت. لا يا اخويا والنبي ما تخاف. اوعي لك يا فاطمة. العمده جه الدار الدار. قولي له اخوي. اخوي ايه ما هو عارفك. ايوه صح. طب الدار فين؟ الدار هنا هنا. ايوه ايوه الدار هنا. خد اهو. انا هالدار مكان طائر النهضه. ايه حلو كده. لف الناحيه الثانيه. عايزه فاس ولا بروفايل يا اخويا؟ ارسع على اي بوز. طب اعملي لي لايك. هعمل لك اجنور. طب استنى لما اقول لك كومنت. اخيرا بقينا لوحدنا يا قمر. تعالي لي يا بطي. اصبر يا عمد الله. ايه اصبر دي؟ أنا أقول لك تعالي لي يا بطي وأنت تقولي لي واني مالي هي زي الأراجوز كده ومراته الكركر ياس. تعالي لي بقى يا بطي. يوم ما تستنى يا عمدة مستعجل على إيه؟ إيه دي؟ إيه اللي جاب صورة أبو العيلة هنا؟ وإيه يعني لما أجيب صورته هنا؟ ما أنت شلتها من على كل حتة حتى من محطة مترو الأنفاق. خليها هنا ذكرى للعيال. أنا هسيبها عشان خاطرك أنت بس يا فاطمة. أيوه هي صورة أبو العيلة. إيه دي؟ الصورة بتبربش. لا يا اخويا بيتهيأ لك، هو في صورة بتبربش يا عمدة. ايوه صح صح. ايه ده؟ الصورة بتطلع لسانها. يا اخويا بيتهيأ لك، هو في صورة بتطلع لسانها يا عمدة. ايوه صح. ايه دي؟ دي الصورة بتكشر. هو في صورة بتكشر يا عمدة؟ ايوه عندك حق. الصورة بتكح. هو في صورة بتكح يا عمدة؟ ايوه صح، ما في صوره بتكح. بس الصوره دي بتتكلم ولا انا يعني اللي شربت كتير ولا ايه؟ دي فوتوشوب. فوتوشوب. الصوره زمان ما كانتش بتتكلم خالص. اه ما هو دي. ايوه بس كانت تشاور ساعات يعني وكده. تعالي لي بقى يا بطي. استنى يا عمدة امال استنى. افتح يا عمدة. يا نهار اسود دي حفيظه وده وقته. بقول لك افتح يا راجل. حاضر حاضر جاي. لا استنى يا عمدة جاي. ايه استنى. لا 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 يا عمدة افتح يا راجل يا ناقص. بالراحة يا عمدة الله. ههد عليك الباب. مش انا دي الصورة. في ايه؟ عايزة ايه يا عزة وده وقته؟ عايزة اتفرج. اتفرجي اتفرجي ايه؟ روحي دلوقتي واني هعمل لك سدهاي. اقول لك اكني مش موجودة، اعتبرني صوري. اعتبرك صورة؟ ايه حكاية الصور؟ وانا هتجوز في استوديو ولا ايه؟ طب انا عايزاك يا عمدي. يعني حبكت؟ ايوه يا عمدة حبكت. والليلة الليلة يا عمدي. طب روحي وانا جاي وراكي على طول. عارف يا عمدي لو ما جيتش هعمل ايه؟ تعملي ايه؟ اعمل الصح. ايه الصح يعني هتعملي ايه؟ انا نام وسطيكوا. لا لا هاجي هاجي وراكي على طول. يلا مع السلامه مع السلامه. حاسبي لا تتحشري في النفق اللي هناك دي. تعالي لي بقى يا بطي. لا استنى يا عمدي ما تاخدنيش في دوكي. كانت عايزاك في ايه الست حفيظه؟ لا ابدا دي كانت عايزاني احول لها بس رصيد على الطاير كده يعني. ايه دي؟ دي ميز ديكور. اول مره اشوف صوره تدي ميز ديكور. تعالي لي بقى يا بطي. خليك يا عمده مطرحك. انت لازم كده تفهم من اولها انا زي الشريك ما احبش الفريك. طب ماني كمان ما احبش الفريك. ايه امال بتحب ايه يا عم؟ انا احب الرز الابيض وعليه شويه ملوخيه وفرخه محمره كده معاهم. ايوه ما التواكل البلد كلها في بطنك اهو يا عم. لا دي مش بطني، دي مخده انا حاططها يعني. عشان الشخصية قالوا لي لازم تعمل عمدة يبقى تحط كرش كده يعني. وانت بتسمع كلام اي حد يقول لك اي حاجة؟ ايوه بس مش عارف ليه عايز اهرش فيها على طول يعني. اهرش هيني دي اسهل. وانا هرش هنا فين بس يا صوري؟ والله انت اظرف من ابو العيلة نفسه. والله صورة دمها خفيف. الله يخليك، انت قصدك شربت كتير. ايوه مالي عليك. فاكر الصورة بتكلمك؟ ايوه والله. انت بتفضل معايا. الله يخليك. ربنا يخليك، بعدين بدك اشوف شغلي. اتفضل. تعالي لي يا بطي. استنى يا عمدة الله استنى. يما يما حرام عليك، هنموت من الجوع ونفسينا ناكل. ده انا هاكلك بالشبشب على وشك. يما حرام عليكي بقى يما،
صباع المدوحة قرب يخرم السقف. وانا الفسافيس خلاص بقت اكبر من وشي. وانا عايز جاز. وانا عايز اعرف ايه دي. ده موحش قوي. ده موحش قوي. لا يا عم. لا يا عم. لا ده جاي لنا انا بقى. يا سلام كائنات فضائيه. نعم بس على اساس ان قطه يعني ولا ايه؟ بس ايه؟ ايه 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 في ايه؟ في ايه؟ بيخوك كمان؟ ايه في ايه؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ والله انا مسالم، انا مسالم. عايزين منه ايه؟ عايزين تلمسوني ليه؟ اوعى اوعى. ايه؟ الكائن الفضائي الغريب ده؟ ايوه. اللي هي بتاعت اي تي هوم فون. اي تي فون هوم. ايه؟ انا سعيد. انا سعيد. لا انا سعيد. لا انا سعيد. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ يعني اول ما لمستها الكلام اتنقل لها بس الفهم بعافيه. عندكم اكل؟ عندكم اكل؟ عندكم اكل هنا؟ عندكم اكل هنا؟ ايه ده انت لابس نظاره؟ احنا على الفضاء. احنا على الفضاء. ده السفن. قولها قولها. تعبيط. يلا عشان يبقى اخر يوم. يلا يا عبيد عشان يبقى اخر يوم. يلا لا قولي اللي بعديه. هات هات تاني هات تاني هات تاني يمكن تفهمني. ها فهمني. يعني ما لمسته مرتين الكلام مشي. حلو قوي. يعني بتعيشوا ازاي؟ يعني بتعيشوا ازاي؟ يعني بتتجوزوا؟ يعني بتتجوزوا؟ طب بتاكلوا ايه؟ طب بتاكلوا ايه؟ يعني انتوا ده ايه شعر؟ يعني انتوا ده ايه شعر؟ ده ايه الاصفر ده؟ ده ايه الاصفر ده؟ انتوا عندكوا اكل؟ انتوا عندكوا اكل؟ عندكوا شرب؟ عندكوا شرب؟ فاهمني؟ فاهمني؟ انتوا فاهمين؟ لا انت خلاص انت طماع. انت طماع. هس ايه؟ هس ايه عشان تغلط وتخش بالنضاره. ماشي. هس ايه؟ هس ايه؟ ايه؟ ما بتشوفش؟ ماشي. يلا. انا سعيد. عندكم ايه؟ انا سعيد. انا سعيد. انا سعيد. عندكم اكل ايه؟ انتوا بتتجوزوا عادي؟ انا سعيد. انا سعيد. انتوا بتتجوزوا عادي؟ واضح ان الكلام اتنقل لكم بس انتوا محتاجين تعرفوا ثقافه، تعرفوا فن، تعرفوا حاجات كتيرة جدا عشان تعرفوا تتكلموا، لغة الكلام أهم حاجة. أنا بالصدفة معايا الأيباد. أيباد. هنا بقى هتلاقي إيه؟ أفلام. أفلام. مسلسلات. مسلسلات. برامج توك شوز. توك شوز. عشان تبوظ لكم الكوكب بتاعكم. تملوا دماغكم. دماغنا؟ هيقولوا الحاجة وعكسها. يلا، اتفرجوا بقى. بلاي. الشعب كله لازم يتمرجح على المرجيحه والزعل على الزعليه. كله هيزعلق لما يتقطع نفسه. طمني وقول لي هتجيلي يا وحش مو من زمان عيني هتموت عليك. ده انا بحلم يومها وانت جنبي وشك يا حبيبي. شيلوا الميتين يا راجل. انت قادر تشيل نفسك؟ الميت دلوقتي. شيلوا الميت ازاي دي؟ اشتوها البعض. اشتوها البعض. وزعوها.
احنا اتعلمنا الكلام وبقينا بنعرف نلعب على الايباد؟ لا مش كده. قول لي انت يا زيد، تعرف ايه احسن حاجه حصلت على الكوكب؟ لا يا زيد، ما ينفعش المسك، سعيد لوحده بس اللي ينفع يلمسك. يا كفته، انت يا كفته، قول لي ايه احسن حاجه حصلت في الكوكب؟ ايه ان ابو شقره فتح عندنا. انت عبيط خالص، محدش فيكوا عارف ايه احسن حاجه حصلت في الكوكب. ما تخلصي يا طاره بقى، انت هتفضلي تسالينا كده كتير. احسن حاجه حصلت ان سعيد جه الكوكب، بيعلمنا حاجات كتيره احنا ما نعرفهاش. انت شكلك كده بداتي تحبيه. الصراحه اه، من ساعه ما سعيد ما جه الكوكب وفرجنا افلام الحب، وانا بقيت بحبه قوي. افلام الحب دي احلى افلام في الدنيا. شفتي فيلم بتاع نور الشريف؟ اه شفته. طب وشفتي فيلم بتاع عمر الشريف؟ اه شفته. طب وشفتي فيلم بتاع شريف الشريف؟ لا ما شفتوش. بتاع احمر على مهم التيخ. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول لك افلام الحب دي هي احلى افلام في الدنيا. بص شوف مين لا لا ولو، بص شوف مين لا لا ولو. ايه ده؟ دول العيال البيئة اللي مسمين نفسهم ثلاثي ضوضاء الكوكب. بص شوف مين لا كوكب، بص شوف مين لا كوكب. بص شوف مين يا كوكب، بص شوف مين يا كوكب. شفت الفضائية راكبه مركب مركب مركب، بطني اتقلبت قعدت تكركب كركب كركب. قلت هيبقى يوم مهبب هبب هبب، قلت لا يا سكري ميرا هاو 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 هاو. بعتني بكام يا عشري؟ خمسة؟ خمسة وخمسين؟ خمسة وستين؟ خمسة فيلم من كلمتين إبراهيم الأبيض. أنت مجنون ياد ولا إيه؟ ده أنا قتلك هنا. إيه يا عم؟ أنا إبراهيم الأبيض ياد. وسع يا عم أنت وهو، وأدي الزيت أهو عشان ما حدش يعرف يمسكني. إيه يا عم؟ في إيه يا عم؟ تضرب بجد؟ والله ما قصدي. اضرب بالراحة. ايه يا عم؟ هاي. ايه؟ يا معلم زرزور، يا معلم زرزور. ايه؟ عدي لي شغل حاجة. ايه؟ عدي لي شغل حاجة. يابا، ده ضربنا في بيتنا يابا. تعال 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 تعال. ضربت يا معلم زرزور في دماغي. البسها بن، البسها بن. تعال، وبعد كده تبقى تحط عليها زبل حمام وتدعكها كويس وتشيلها على المغربيه. تشيلها على ايه؟ مغربيه مغربيه. جدع يا هيما، انت يا واد قلبك ميت صحيح، دخلت علينا دخلة انك لميت وانهم لميتون. الجرعة حلوة، الجرعة حلوة، مفيش كلام يا هيما، مفيش كلام. يابا يابا، انت بتقول كده عشان خايف منه يابا. تعالى تعالى، لما يبقى عندك نخلة والنخلة كبرت وبلحها بيقع على الأرض، تاكله على طول ولا تغسله الأول؟ لا، أعمل بلح باللبن وأشربه يا رب. جدعان انتوا مجانين يا جدعان، انتوا ايه؟ أنا عايز حرية.
عايز ايه؟ عايز حريه. ده في الجنه بقى ان شاء الله. يعني ايه في الجنه؟ لا ده انا ممكن اعورك. الجرعه حلوه. الجرعه حلوه مفيش كلام يا ايما. مفيش كلام. ايه يا عم بتبص على ايه اللي غيران مننا يعمل زيادة؟ اوعى يا عم. ايه انا؟ ايه؟ بقول لكم ايه يا جدعان؟ فككوا بقى من الفيلم ده. بقول لك ايه؟ تعال ناخد المركوبه بتاعت ابو الواد ابو ركوبال دوت ونشد على المشترى ونعمل دماغ زوحل. لا يا عم سعيد قال اللي بيروح هناك ويشم غازات بيعمل هوب هاي هيد عالي جدا. يا عم سعيد يقول اللي هو عايزه، دي دماغنا واحنا حرين. جاي ولا ايه؟ جرعه حلوه. جرعه حلوه مفيش كلام يا ايما. مفيش كلام. طب يلا بينا. يلا بص شوف مين يا كوكب بص. ايه؟ تعالى تعالى يا ابني. ايه ده؟ ايه؟ لا بس يا طماع، بس يا طماع. لا كلهم هيتكلموا على الكوكب ما عدا انت. لا ما عدا انت. اجري خلاص. هس ايه؟ خلاص خلاص. ايه؟ ايه الاخبار؟ ايه يا سعيد انت؟ ايه اللي اخرك كده؟ مفيش، مش عارف انام على الكوكب بتاعكم ده. لا عارف هو حر ولا برد ولا ايه. مع اننا في فصل الشتاء. ده كائن عجيب الكائن ده. وبعدين الشتاء ايه؟ شتاء ايه؟ انا مش فاهم. لا انتوا عندكم شتاء ولا عندكم صيف ولا حد فاهم لكم جو من اصل. انت هتتريق على جو الكوكب بتاعنا؟ ده احنا الجو عندنا نموذجي حر جاف صيفا. عبيط اهبل شتاء. ايوه انا مش عارف انام، مش عارف انام في الكوكب بتاعكم. المهم اخبار الايباد ايه؟ سعيد بس انا كنت عايزه اسالك سؤال، يعني ايه شر وكره وحسد؟ انا مش عارفه الحاجات دي. شر وكره وحسد دول ثلاث حاجات انتوا في الكوكب بتاعكم مالكوش دعوه بيها خالص. دي موجوده عندنا على كوكب الارض بالهبل بالهبل. انتوا ناس انقياء ما عندكوش الكلام ده. ممكن اقوله لكم من باب العلم بالشيء، لكن اوعوا تقربوا من الشر والكره والحسد. دلوقتي انا هعلمكم حاجه جديده. المزيكا. المزيكا. مزيكا. مزيكا. تعالوا معايا. مزيكا. 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 زلزال 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 زلزال. موطيين تحت كده شميت ريحه مش حلوه. دي ايه؟ هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي فورتيكا. عشان كده. وبيقولوا لي يا فرس. انت بقى اسمك ايه؟ انا خوازيق. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت منين؟ انا من الكوكب ده. ايوه منين في الكوكب؟ من الطلبيه. وانت منين؟ انا من هنا. الله الله. ايه دي حاجه تقرف؟ كلنا تخان وزرق وشبه بعض، عاملين زي الصينيين واليابانيين. طب تعرفي انا ماما ما بتعرفش تفرق بين ابويا وعمي. ايه ده؟ على كده انت ابن مين؟ انا ابن جدي. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما قلتليش. مفيش، اصل انا بصراحه فرح النهارده بس هربت. هربتي ليه؟ عايزين يجوزوني رجاله مش بحبهم. رجاله؟ اصل احنا عندنا البنت بتتجوز 5 رجاله، لكن بالنسبه لي انا عشان مليانه سنه هتجوز 15. يا دوبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا معجب بيكي قوي. بجد؟ قوي. ما تيجي على المريخ ونجيب شماريخ.
يلا بينا يلا يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ غمض عينيك وتعالى معايا. هنروح فين؟ هنروح المول. لا مش عايز المول. المهم اللي احنا مبسوطين. يلا يا عم نكمل لعب. يا عم لا هيضربني. ودلوقتي معانا مباراه في برنامج المصارع في الدبليو دبليو بي في الدبليو دبليو اي بين هي بقول لك انت في ايه؟ ايه ده؟ مباراة حلوة بين ميتشيماس وجون سينا. هي بقول لك انت ركز معاه وسيب الموبايل بدل ما انزل اولع في الممر. هي بقول لك في ايه؟ مباراة جميلة جدا بين ميتشيماس وجون سينا في دبليو دبليو اي. داخل علينا جون سينا دلوقتي داخلة جميلة. خش يا جون. بطل كبير واخد 3 شامبيون ليج واخد 2 كاس مصر وانا فالقه في الجيزه هنا وانا صغير واكله علقه في الجيزه هنا واهالي الجيزه عارفه. ايه في انت مجنون ولا ايه؟ مباراه حلوه جون سينا بطل بتاعنا. ودلوقتي نشوف ميتشيماس بطلنا التاني لعيب كبير دخلة جميلة ميتشيماس عاملها لنا. خش يا ميتشيماس حبيبي. ميتشيماس بطل كبير حائز على بكالوريوس تجارة جامعة حلوان لكن مفتري مش اي حاجه. هنبدا المباراه الجميله وفلقه في الجيزه برضه انا واكله علقه واهالي الجيزه كلها عارفه. تمام. ايه بقول لك في ايه؟ لا يلا نبدا المباراه مع بعضينا. واهو بيسلق اوبا وخدوا واحده باور اسلام محمد انما يعني حكايه حكاية حكاية والله حكاية. يلا نبدأ المباراة اهو. اوبا وادي حركة دريم بارك كده اهو رزعوا على الارض ونازل يعد 3 1 2. فعلا جون سينا لعيب كبير برضو مش اي حاجة داخل عليه تاني اهو. هنشوف هوبا واداله مانشيت صفحة أولى في الأهرام المسائي تحفة داخل عليها اهو. اداله مانشيت تاني هيهبده سوبليكس خلفي سوبليكس خلفي جبار اهو. الشعبط فيه رماه على الأرض داخل عليه اهو هيديله حقنة اداله واحدة كده في العضة الجميلة وداخل اهو هيعد عليه هيعد 1 2 وفلت جون سينا لعيب بيفلت كويس برافو ولسه المباراة مكملة معانا. وهوبا عدى من لا جميلة واداله عنده في ايديه وربنا ما لعب. ايه يا عم في ما احنا بنلعب مع بعض. لا يا عم انت عدلت بص ايدي اي بص معلش انا هوبا غدر بيه جون سينا 1 2 3 ومبروك لجون سينا.
جايب لك الجنيه الدهب ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. انت بقى فلاتين، تعالى بقى انت فلاتين في الجيزة وربنا انا اوريك. الجرعة حلوة، الجرعة حلوة، مفيش كلام هيمة، مفيش كلام. ايه يا عم انتوا مش عاملين اي اعتبار خالص ان انتوا خمتوني في الماتش؟ ها؟ انت مستغربني ليه؟ انا عمال اكسب جولتين قدامك يا عم. احنا سايبينك يعني واحنا بنحكم صح يا جدعان؟ ما ابويا يا جدعان مركبته اتخبطت، ولو عرف ممكن يتبخر يموت من الزعل. يا دي يا عم ابوك اللي انت عرفنا بيه، هو فين اصلا ابوك ده اصلا؟ قاعد في البيت بيتفرج على الايباد على الافلام الابيض واسود. ايه ده؟ اه والله يا ركوبان. انت هاد يا ركوبان. يا ده هركوبان عملت ايه في المركوبة وما تقوليش لا؟ ياه ياه في ايه يابا؟ ما قلنا المركوبة اتحكت من عند الرفرف يابا، حكة بالراحة. طب والمراية؟ انا ما بعرفش اسوق من غير المراية. يا عم الحاج المركوبة بتاعتك رشقنا بيها في الجبل. يعني الترشايت خالص؟ ايوه. طب والمراية؟ اهم حاجة المراية يابا. ما بعرفش اسوق انا من غير المرايه. يا عم هو ابوك دهبل ولا فيه ايه؟ هفهمه انا عشان هو بيفهم بصعوبه. يابا احنا دخلنا بالمركوبه في الجبل اتعجنت في بعض. والمرايه؟ ما بعرفش اسوق من غير المرايه. هو انت غبي يابا ولا ايه؟ انت متخلف يابا. انا ماليش دعوه بكل الكلام دوت، انا عاوز المرايه. هي المرايه مالها؟ مكسورة. البيت صابون. ايه؟ البيت صابون وبعدين ادينا عليها زبلة حنان. ايه؟ بشيلها على المغربية. ابدا يا حبيبي. ابدا يا حبيبي، المركوبة مش نافعة تاني؟ اه يابا مش نافعة. تغور المركوبة، أنا عايز البراية. يابا أنت كنت شغال بتاع إزاز يابا. في إيه؟ ابدا يا حبيبي. يابا حرام يابا، بص انزل من على ودانا اهي، ريحنا بقى. ما انا اشتري اهو، انزل بقى خالص. ما انت ما بتشتريش حاجة، ما انا اللي بشتري واقعد اجمع فيك انا. يا ابني يا حبيبي، يا ابني ما تعملش زي امك، بعتتني اخر الدنيا عشان اجيب لها باكو شاي، بعتتني نبتون. هفهمك انا يابا. فهمنا يا حبيبي. انا عارف ان انت بتيجي بالراحه. فهمنا يا اخويا. احنا كنا راكبين المركوبه وماسكين ايدين بعض كده، فجاه دخلنا في الجبل كده. يلا نبخ ونوزع على الفقراء. أول حادثة، بس السبب عندكم في الكوكب إن مفيش عندكم إشارات مرور. إشارات مرور إيه؟ أيوة، ومفيش نظام. أنت إيه اللي بتقوله ده؟ ده العيال من ساعة ما بيروحوا المشترى بيشموا من هناك غازات، وحالهم بقى غريب، وبقوا يضربوا أهاليهم. ما عشان كمان ما عندكوش شرطة للمخدرات. أنا مش فاهمة اللي أنت بتقوله ده. أنا طلبت الجماعة الكبار بتوع الكوكب عشان أفهمكم إزاي تعملوا نظام، لأن النظام ده هو اللي بيمشي العالم كله. كوكب الأرض ماشي زي الفل بالنظام، هو في شوية لعبكة كده بس ماشي زي الفل، لأن النظام هو اللي بيمشي العالم كله. فين بقية الناس؟ فين أهل الكوكب؟ عار عليك يا فارس الصليب. عار عليك يا فارس العرب. نعم إنكم تأكلون قشر الليمون وتخللون غصان الزيتون. انت بتتفرج ده ريتشارد قلب الاسد؟ اه حلو حلو ده، حلو قوي. اهلا وسهلا، فين بقيت كبار الكوكب؟ انا عايزكم كلكم. فليتفضل كبار الكوكب. هم عليهم اللعنة جميعا. أقدم لك فيليب أوغوست، ملك فرنسا وقائد جيوش البراجيل.
كونراد ديموفرا اسماعيل. خرم الايزون مبيض محام. خرم الايزون؟ نعم. انت اسمك خرم الايزون؟ ايوه. ده الاسم الثنائي يعني. ايوه. كويس ما حدش بينادي باسمك لوحدك. كما قدمتهم لك. نعم. كما قدمتهم لك يا سيدي. ايوه. نعم فكلهم في انتظاري. البابا في روما والحطبين في الجبال والبرنس في امبابة ونعمة في العجوزة والشبراوي في أي حتة. يعني هم دول كبار الكوكب. أي نعم. طيب أنا جامعكم النهاردة عشان أقول لكم على حاجة مهمة جدا. إن دلوقتي لازم يبقى عندكم حاجة اسمها نظام. النظام ده موجود في أي كوكب على مدار المجرة كلها، يعني كل كوكب لازم يبقى فيه نظام، لازم يبقى عندكم إشارات مرور. إشارات مرور؟ أيوة، ولازم يبقى عندكم وزراء، وزير مالية. وزير مالية. وزير داخلية. وزير داخلية. وزير خارجية. وزير خارجية. ورئيس للكوكب كله بقى. رئيس للكوكب؟ أيوة. انتوا فاهميني ولا مش فاهميني؟ لا لا احنا مش فاهمين، والنبي يا سعيد يا ابني فهمنا بطريقه احسن من كده. انا فاهمكم ببساطه، هاتوا لي طبله، هات لي طبله انا فاهمهم بالغنى. ايوه. الاغنيه اللي انت قلت لي عليها؟ انا عرفتها. في كوكبكم لازم يبقى في اشاره للمرور. للمرور. احمر اصفر وكمان اخضر. للعبور. للعبور. في كوكبكم لازم يبقى في اشاره للمرور. للمرور. احمر اصفر وكمان اخضر. في اشاره للعبور. للعبور. واللي يخالف الاشاره شرطه هتاخده على السجون. على السجون. ايوه كده فهمتوا؟ هاتي هاتي كحك ومغرب ديسكو مصر. خدت كل ماشي. عرفتوا كده ولا ما عرفتوش؟ مع بعضيكوا بقى واتفقوا مين هياخد انه منصب. اهم حاجه وزعوا المناصب. وزع انت ككبير للكوكب. شكرا. يلا احنا بينا انا وانت نروح نشرب بقى حلبسه على الكورنيش. يعني ايه كورنيش؟ ويعني ايه حلبسه؟ لا انا عايز اشرب كونياك. ايه ده؟ عرفتيها منين دي؟ ما هو الراجل قال الكونياك مشروب البنت المهذبة. ده ستيفان روستي. ايوه. ثانية واحدة اتحزم واجيلك. يلا. ها ها انا اللي هوزع المناصب. مناصب مين يا عم؟ تعال الغنى احسن. يا اختي هاتي كحك واغريب بسكوت. يا اختي هاتي كحك واغريب بسكوت. لا 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 لازم مين يا عم؟ لازم نوزع المناصب يا جماعة لازم. قول. يلا بص انا عينتك مدير شرطة الغازات. مهمتنا ضبط النفس. وانت عينتك مدير شرطة المرور. انا مش عايز المرور. امال عايز ايه؟ المرايه. معرفش اسوق من غير المرايه. احلامك ضعيفة وهتغرقنا. طب وانا؟ انا لا اشوف انا الاول. اتفضل. انا همسك المالية. تمام؟ ليه يا حبيبي تمسك الملايه؟ لحظة هيبقى في رئيس للكوكب قدامك اهو. حبيب قلبي. رئيس كوكب انت عايز تمسك الملايه عشان تلعط الفلوس في كرشك؟ وانا حرام يا فضاء يا ابو جناحين؟ يا جماعة استهدوا بالله. فعلا انا يعني ما بتمسكش خلاص. لا يعني لا يا عم. لا انا مش هوش يا عم. لا 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 في ايه؟ في ايه؟ ايه 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 ايه؟ سكوا جايب لغاية آخر الكوكب في ايه؟ عالم منافسين ومحدش راضي بالمناصب. انت اللي منافسين انت راخر. انت حاقد. بس واضح ان انتوا اتخانقتوا عشان المناصب والمناصب دي اكتر حاجه بتعمل مشاكل. لكن في نظام، النظام ده بيقول ان في انتخابات وفي استفتاء. دي حاجات هعلمها لكم. ايه ودانكم اللي عماله تقع كل شويه دي؟ تعالوا معايا اعلمكم ازاي تنتخبوا مين اللي هيمسك كل منصب. تعالوا ورايا. في حاجه اسمها استفتاء. افتي يا ربي تعبت تعبت من سينما المسرح لاذاعه. اسبوع لا اكلت ولا شربت ولا نمتش اكتر من ساعه. ده ايه البت القشطه دي؟ وراح بيت قب بريعاتك. جرى ايه يا راجل انت؟ جرى ايه يا بت؟ في ايه يا بت؟ ما تيجي نتجوز ون ايه يا راجل انت؟ هو انت عارفك صحه؟ بس في 67 وده رجاله. في 67 وده رجاله. ووقفت وقفة رجالة. جرى ايه يا راجل؟ جرى ايه يا وليه؟
بقول لك نتجوز ونغور من وش امك العكر يا عكره. ما تحترم نفسك يا راجل يا شايب انت، انت خلاص سلمت نمر. بس في 67 كنت رجاله ووقفت وقفه رجاله. بقول لك ايه يا راجل، انا خلقي كانس، ما تخليش خلقي ما استرتش عليك. انا اعرف مراتك وممكن اروح اقول لها دي مراتك، دي حبيبتي 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 خمسه حبيبتي. والله لا لا ويا اختي اسمع الله. لا 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 انا مش عايز اعرف مراتي اي حاجه. انا مش عايز اتجوزي خلاص. انتي تروحي ربنا يرزقك بعريس تاني تتجوزي وجوزك يتجوز عليكي. لا يتجوزني، قدم لي شهادته من غير ما ينرفزني، يحكي تاريخ حياته، عايز اعرف اخلاقه من غير سين ولا جيم، بيت شقه بيت عفرك ولا مستقيم. هي احلى من الشرف مفيش. يلا يا راجل يا واطي يا مجنونه. يلا يا راجل يا دنيا شايب، ايه الادب دي؟ اوبا حتة بنت انما بولطية جامدة جدا حلوة طرية، حتة بنت انما بولطية ضيعتلي مالي. هو ده بقى، هو ده. وانا موطي تحت شميت ريحة مش حلوة دي، ايه؟ انا بدور عليها من زمان قوي. بقول لك ايه؟ نعم. ما تيجي على المريخ وناكل بطيخ. احبوش الله. بطيخ ايه يا خوازيق؟ هي مش كانت شماريخ؟ انت شماريخ هي بطيخ، كل واحد وحجمه. طب تعالى لي بقى هنا عشان ما انفخكش. حاضر. ايه حلوه الملامح يا سكر وسايح؟ يا حلو الملامح يا اخرس. ايه يا بت في ايه؟ انت مش عارفه ان خوازيق ده تبعي؟ ايه هنقطع على بعض؟ ما هو انت يا حبيبتي اللي مش ماليه عينه. جرى يا بت يا كابوس؟ يا اللي تداسي بالجزمه دوس، يا اللي ما تسويش ملين في نسوان اورانوس. انا ما اسواش ملين في نسوان اورانوس؟ جرى ايه يا وليه يا معفنه انت؟ يا اللي الرجاله لو شافوا ريحتك يموتوا، يا اللي ما تسويش ملين في نسوان بيلوتو. انت بتشوحي لي يا بت؟ انت بتشوحي لي؟ ايه ده؟ امشي بقى من هنا عشان ما ازعلكيش. اجري وربنا هتاكلك، اجري كلبله. اجري يا بنت. يا حلو الملامح ويا سكر وسايح يا. بقول لك ايه، انا زعلانه منك. لا 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 انا زعلانه منك خلاص، ما تكلمنيش يا فراتيك القلب لا الحزين. لا حياتي. لا يا فرتكتي. ولا اي كلمه. طب انت اكيد من عالم تاني، من عالم تاني ما فيهوش بقر. لا زعلانة منك. الله حبيبتي. لا 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 الله. لا 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 يا عبسلام. بابا يا بابا يا بابا. لا 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 ايوه بقى كده فك يعني. لا انا مش مصدق نفسي. ليه؟ انا اللي مش مصدق نفسي. طول عمري نفسي اشوف القمر، الحمد لله ربنا كرمني وشفت المجموعة الشمسية كلها. بقول لك ايه؟ ايه؟ غمض عينيك عشان عامله لك مفاجأة. لا هنروح المول بقى وقلة الأدب دي. لا غمض عينيك. Every night in my dreams I see you I feel you not just Christmas my love. أمير البحر قاد ولع نار نفسه مرة في مزد منك وقالوا. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي على القمر ونجيب سمر. لا ان كان كده يلا على الفضاء ونجيب صفاء. يلا بينا. بابا ماما يا لسايكة فرتيك يا بنتي. ومين؟ خوازيق؟ ليه يا ربي عملت فيا كده؟ خدي ولا انت هنا ولا خد يا بنت هنا. تعالي هنا يا بنت. اللي انت عملتيه ده؟ اللي انت عملته ده؟ حطيتي وشي في التراب. حطيت راسي في الفضاء. يا بنت ينفع اللي انت عملتيه ده؟ ينفع تغلطي الغلطه دي مع خوازيق؟ ايه يا بابا في ايه؟ ايه ما تهدى كده وتقول هديت في ايه؟ يا
يا بنت عيب انت بتكلم ابوك يا بنت كده تعملي كده لازم تصلح اللي انت عملتيه ده انت اللي غاوتيه بقول لك ايه انا مش هتجوز واحد سلم لي نفسه قبل الجواز تلاقيك عملت له الزلزال وانا مش عارفك ارتحت هي دي وصية امك نيازك السلاح دار الله يرحمها وديتنا في داهية يا شيخ يا بابا اسمع اخرس ده في الشهر الكام يا ولد في التالت طب انا اعمل فيك ايه بعد ما فضحتني وعرتني لا يا بابا لو هو ده اللي هيفضحك وهيعرك انا مش هسيبه انا هنزله اهو بس مهما كان المخلوق الغريب اللي في بطنك ده يبقى حفيدي وانا مرضاش بكده دبرني يا رب دبرني يا رب اسكتي بقى اسكتي بقى اشوف اخويا وحبيبي هيعمل ايه يا رب يوافق على الجواز يا رب يا اخويا عايز ايه احنا لازم نعمل حاجه للي حصل ده اللي اتكسر عمره ما يتصلح خلاص اللي اتكسر نصلحه ازاي احنا نجوزه ما عنديش مانع والله ما عندكش مانع نجوزه اه حس كده بقى احنا لينا طلبات بنتي دي يجي لها العفش كله كل العفش من مدينه النجوم ايه مدينه النجوم دي سيتي ستارز كل العفش كله من سيتي ستارز وعلى ايه كل التكاليف دي ما نجيب كل حاجه من الوكاله طالما هتجيبه بقى من الوكاله وكاله ايه وكاله ناسا وكاله ناسا اه هو احنا اي حد عشان تقولها من وكاله ناسا بقول لك ايه انتوا خلاص انتوا طالما هتجيبوا كل حاجه احنا نجيب حاجه واحده ايه هي المرايه الله يحرقك الله يحرق المرايه يا شيخ واللي جابوا المرايه انا ما اعرفش اعيش من غير المرايه طب بص بقى انا موافق على كل حاجه موافق اه مبروك علينا الخوازيق البس فورتك فورتكا خوازيق خد ساتر خد ساتر خد ساتر وصل 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 احنا الفرح اصحي يا مجره كوكبنا 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 كوكب الفاصوليا الخضراء احنا اللي اشترينا المشترى واحنا اللي جوزنا كوكب الزهره لازواجها الخمسه كوكب الفاصوليا الخضراء يعني الرجاله بخير طول ما فيه جرجير وسمعني سلام اصحي يا منطقه وولع الندى احنا نبطشيه بس صنايعيه احنا نبطشيه بس صنايعيه ازيك يا معلم تمام الفيرا يا سيدي المعلمين بقول لك يا بت ايه انا عايز عينك ما تنزلش من عليا ازازة البيرة تخلص الاقي التانية بتنزل على طول يا جدع انت بت مين ده واد بت يا جدع واد اسمه مفك من المشترى واد بت يا جدع واد بت بت بقى قلتلكوا بت في ايه الله مجانين على الطلاق واد طب تدفع كام ان هي تيجي دلوقتي وحتى رش في بقها تدفع كام هدفع اللي انت عايزه يا معلم ماشي فرجني بس بيت واد بيت واد هتشوف مساء الخير اهو بتاكل الروج مش حطاه بس عليا الطلاق واد وتاكدت دلوقتي ايه يا اسطى في ايه يا اسطى مالكوا في ايه اقعد ساكت تعالي يا بت ايه يا اسطى تعالي ايه يا اسطى مالك يلا يا بت في ايه في ايه يا اسطى مالك في ايه كده غلط انت قرعه ولا ايه ورينا دماغك على فكره شعري كان اطول من كده وكل البنات بيغيروا مني طب يلا بقى يا بت يلا ايه خلصي عيب يا اسطى هديكي 50 جنيه 50 ايه يا اسطى هديكي 100 جنيه غلط يا اسطى في ايه يا بت ده تفسوري النسوان ما تسويش ده تعريفه في ايه يا اسطى بقالك انت عبيط ولا ايه مالك خلصي يا بت خلصي خلصي Thank you.
الموت اللي جوايا. ليه كده يا اسطى؟ اعمل ايه في امي يا اسطى؟ يا ما يا ما يا ما يا اسطى رد عليا يا اسطى، رد عليا يا اسطى. الجرعه حلوه، الجرعه حلوه. مفيش كلام، مفيش كلام يا هيما، مفيش كلام. يلا نهرب يا اسطى، يلا يا اسطى، عملنا اللي علينا يا اسطى. وطيب طيب خلص الشريط. مع السلامة يا عريس، مع السلامة يا عروسة. عملتوا معانا الواجب وزيادة، والحاج فوزي المسحراتي بيقول لكم يلا بالراحة، ويا مستعجل ربنا يكفيك شر عايزي عايزي. مش شايفني شغال؟ هتنقط؟ شكله هيولعها. الحاج هس اسمك ايه؟ الفسخاني يعني ايه؟ ما اسمعهاش. هس كمان مره، هس والصم والبكم. هس شعللها ولعها. معلش غصب عني الفرح ولع مني، معلش غصب عني. والنبي حد يجي يشيل النقطه. يلا يا حرام مش نضيفة يا كوكب، ما جابش راجل يا عبد الله. خلاص يا عبد الله. بس يا بنت الست دي تبقى مراتي على سنة الله ورسوله. يا عبد الله الناس. بس اقلعي يا بنت. عبد الله اقلعي بلعب، اقلعي بقول لك. يا عبد الله حرام عليك الناس، ابوس ايدك. مفيش ناس، مفيش ناس. بقول ايه انا؟ انت بتعملوا ده؟ يالا تعالي هنا يا بت، تعالي ورايا هنا يا بت. انت متجوزها عرفي يا ولا؟ ايوه يا خايب يا اهبل يا ابن الاهبل. طب وبعدين دلوقتي يا عيله زباله؟ احنا مش عايزين الجوازه دي. احنا عيله زباله؟ ايوه احنا اكبر عيله على الكوكب، ما تستعبطش. يلا يا عم انت وبنتك دي غروا من هنا. انا وبنتي دي، بنت الكيوت دي. كيوت مين يا عم؟ دي شبه مسرح البالون. انا بنت شكل مسرح البالون. اه اسم الله على ابنك العسل. اسم الله بطريق واقف عندنا هنا. اسم الله يا اخويا. بقول لك ايه؟ انتوا عيله زباله واحنا مش هنتجوز الجوازه دي. انتوا اللي عيله منيله ب60 نيله. خد روح بقى في 60 داهيه بقى. انا هروح في 60 داهيه. يلا يا عيله زباله. تعالى يا عم الطويه كده، تعالى يا عم. تعالى يا خش يا عم. بس يا عم تعالى بقى عشان انت خنان. تعالى بقى. بس يا بنت يا انا، سيب البنت يا انا. خد يا تعالى هنا يا انا، هصفي معاك. خد انت بره هنا. تعالى بره، تعالى. لو راجل اطلع لي بره. اطلع لك يا حبيبي، انت فاكرني مين؟ يلا كوكب ما جابش رجاله. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه يا لهوي، الناس اتجننت خالص. ما كل ده من الايباد ومن الافلام. انا قلت لكم اختاروا اللي انتوا تتفرجوا عليه. انتوا اي حاجه بتتفرجوا عليها، انا كل ده عندي بتفرج عليه براحتي. انا متلوز جاهز. بس انت يا سعيد ما علمتهمش ازاي يختاروا الحلو من الوحش. الحقوا ايه؟ الحقوا في ايه؟ العيلة اسمها ايه دي؟ فرس ماسكه في العيله بتاعت خوازيق والدنيا والعه بره. ناديلي اهل الكوكب كلهم. انا عارف الحل ايه. انا عارف الحل ايه. زي ما قلت لك، انت ما علمتهمش ازاي يختاروا الصح من الغلط. الصح موجود والغلط موجود. انتوا جايين اللي مش عارف ايه القرد وتشموها، اعمل لكم ايه يعني؟ ده القرد ده موضوع كده مش عايز اقول لكم عليه. لا والنبي قوله لنا. ما انتوا مش ناقصين تلوث. كفايه كفايه. لا 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 قولوا قولوا، عايزين نعرف. القرد ده حيوان. أوه. بيبقى عنده حاجات مش موجوده في حتت تانيه. حاجات ازاي؟ حاجات يعني ملونه وكده. مالكوش دعوه انتوا، مالكوش دعوه. فعموما انتوا دلوقتي هعلمكم لاهل الكوكب كله. اهل الكوكب كله هقول لكم ازاي تختاروا اللي تتفرجوا عليه. ماشي. كله يجي، كله يجي. يلا يا جماعه. بس ايه 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 ايه؟ ربنا يعدلك. الجرعه حلوه، الجرعه حلوه. مفيش كلام وانا زهقت منك. خلاص يلا قوم قوم. Ha 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 ha!
جفدع